ليا دعوه باي حاجه يا دكتور، انا في حالي وماشيه جنب الحيط. انا كنت فاكر كده، عشان كده كنت مفكر لك في ترقيه جديده وزياده في المرتب ووضع تاني خالص. ده الملف بتاعها يا دكتور. نتائج البحث بتقول ان حالتها زفت وابوها ميت، امها واخواتها في رقبتها، وهي مش قادره تتجوز هناك دلوقتي. انا لما عرفت كده قلت اقف جنبها. يا دكتور والله انا انت غلطتي يا نبيله، وغلطتي غلط كبير جدا، بس مش مهم، كل الناس بتغلط، الالم نفسه بيغلط، بس الاستمرار في الغلط ده هو اللي بيبقى جريمه، وانا ما بسامحش في الجرائم ابدا، وانا حاسس كده انك مصره تستمري في الغلط. اقول ايه بس؟ طب يا دكتور اللي قلتيه للدكتوره صفوه، انا انت يا اما تخرجي من هنا على الوظيفه الجديده ام مرتب ما تعلميش بيه، يا اما تخرجي على السجن. سجن ليه؟ هو انا عملت ايه؟ سرقت اجهزه وفي شهود على كده. ها يا ماما، هتمضي قرار التعيين ولا اتصل بالبوليس؟ مضيها قرار التعيين يا مرتضى. يا خوفي لا يكونوا قطروك وعرفوا سكتي يا خلوص. بطل يا بت ند بقى. فلانك قوم، انا بص قوم اعمل الطريق بره. ابص بس جو الطرف ده ما يلدش. هبقى اخدك معايا الاسبوع اللي جاي يا مارينا، يرحمك. شد شك. بقول لك يا بنت الحلال، انا عملت بهلوانه عشان اجي لك هنا، الراجل اللي انت بلغت عنه ده بدل رجالته في كل حته. تذكره السفر اهي، تحطيها جوه عينيكي. يا خلوص الناس دي الموت عندها كيف؟ والدم رخيص في ايديهم. هنقعد نندب، هنقعد نندب يا باريزه. مش هو ده اللي قلقنا يا باريزه؟ اللي قلقنا ان قريب الدكتور ده اللي اسمه حافظ ده شكله كده طلع ملاوع. يا خوفي ده راح يكون بلغ الحكومه. ما ظنش، عارف ان رقبة قريبه في ايدينا. انت مش قلت هتتصرف يا خلوصي؟ ما انا هتصرف برزرز، بس الموضوع يعني محتاج شويه لولوس مصاريف. لولوس مصاريف؟ وفلوسي اللي عندك يا خلوص؟ ما خد من التل اختل يا اختي، دي احنا جبنا فيسبا وتورب واكل وشرب، كل ده منين؟ ده انا ما طلتش منهم مالي ما احمد. طب وحد قال لك عادي كبارات البلد؟ ما انت اللي عملت فينا كده. خلوصي انا مش عايزه اموت في طيس يا خلوصي. لا يا اختي، وانا ما قبلكيش يا اختي ابدا تموتي في طيس. انا هتصرف والحساب يجمع، العيش والملح اللي بيننا برضو ما يهونش عليا. هتصرف ما تلاقيش. ماشي يا خلوصي ماشي. انت لسه قاعده؟ انت لسه ما رحتيش المدرسه؟ مالك يا عم فيك ايه؟ انت شكلك كده مش مظبوط، في حاجه مزعلك؟ ده انت حتى ما طلعتش تطمن على سينا من امبارح بالليل. وهي عامله ايه دلوقتي؟ كويسه الحمد لله. انت بقى فيك ايه؟ اصل عمر بطلبه في التليفون ما بيردش عليا، وكل ما اطلبه يقفله، وانا عايز ضروري. شكلك مزنوق وبتحب يا عمو. حب ايه وهباب ايه؟ لا لما بسمع منه عاطفيه بنهج. والنبي دمك عاطف. يا دمك ده انا عمك يا بنت، تعملي لي كده؟ مش عارف اقول ايه بصراحه، انا ما صدقت ان حاله اتظبط وهيقضي له يومين ومش هيكمل في سكتي. اقول له ولا ما اقولوش؟ تقول له ايه بقى؟ انت لسه قاعدة؟ الجرس ضرب، اجري اجري اجري. انت الخسران، انت اللي مش هتلاقي حد غيري تحكي له. اهو بعدين اقول له ايه ولا ايه؟ انا سبق قلت له التوبة منكوست في الساونة. انت ما بقتش مريحني خالص على فكره. ليه يا حياتي بس؟ عشان ايه يعني؟ يعني بلعب رياضه؟ تلعب رياضه؟ عشان عينيك اللي بقت في وسط راسك من ساعه ما وصلنا هنا. انت قلقان من حاجه؟
حد خايف من حاجة، في ايه بالظبط؟ يا منجي من المهالك يا رب. يا منجي من المهالك؟ هو اللي انت فيه ده مهالك؟ ايه، اصلا نسيت الموبايل بتاعي في الأوضة ومحتاجة اطمن على اخواتي ضروري جدا. ممكن تجيبهولي؟ اجيب لك الموبايل من الاوضه. اوكي بليز 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 ماري هاي ليستاري هيليا. حاضر يا عم. تسلميلي يا روحي. حاضر يا سام. ماري هاي ليستاري ماري. عايز حاجه تاني من الاوضه؟ لا خالص، مش محتاج اي حاجه. ماشي يا حبيبي، تيجي بالسلامه ان شاء الله. حبكت، مفيش شمسيه فاضيه غير هنا. اجي يا حبيبي اقعد تحت الشمسيه بتاعتك وهي شمسيه تلم الحبايب كلهم. احترمي نفسك، احترمي نفسك يا عفه. مراتي عارفه شكلك كويس، ولو جات وشافتك هتفضح الدنيا. والنبي هيفهمش من هنا، النبي عشان خاطري. انت هتعيط يا حبيبي طالما انت بتخاف قوي كده، بتغلط ليه من الاول؟ عسل، اي عسل انا غرقانه فيه. تعالي خدي حبه يا اختي. قرفانه قوي، قرفانه. عمر مش طبيعي. بطل السفاله اللي انت فيها دي، الاكيد ان الموضوع ده مش شاغل بالك خالص. انا حاسه كده ان هو في حاجه كده مخبيها عني، ومتاكده برضو. يا بنتي احساسي عمره ما يخيب. ايوه بصي، مفيش راجل في الدنيا يعامل مراته بالطريقه اللي عمر بيعاملني فيها ويكون بيحبها. ايوه، مع انه في اول يوم كان فظيع، كنت طايره معاه، طايره مش عارفه ايه اللي جراله. سايباه على البحر، قال عايز يحط زيت ويعمل حمام شمس. يمكن موصف له ما تعرفيش بقى. اضحكي اضحكي، ما هو شار الباليه بقى. بقول لك ايه، انت بتنزلي البازار؟ عفا ابوس ايدك امشي من هنا. غوري، عايز نمشي من هنا يا عمر؟ يا ريت. من عينيا بس بشرط واحد. ماشي، اشرطي. انجز يا ماما. شايف الصخور اللي هناك دي يا قلبي؟ شايفها الصخور مالها؟ شايفها كويس؟ شايفها كويس جدا. شايف ازازة الزيت اللي معاك دي؟ شايفها كويس جدا. ادهن لي جسمك بيها وتروح تقعد على الصخور دي لحد ما الشمس ما تروح، وما تقومش من مكانك. على الصخور؟ وادهن زيت. وادهن زيت؟ اقلي نفسي يعني؟ اقلي نفسك يا دكتور. مرتي جاي، مرتي جاي، امشي. مش همشي غير لما تروح. روح. نايمة على ودانك؟ ونعمل لها ايه يعني؟ ما انت عارف بنتك وجنانها. جنانها بتاع ايه؟ ده احنا لو عايشين معاها في بانسيون كنا عرفنا انها سافرت. انما انا اصحى من النوم فجأة تقولي لي مسافرة؟ ازاي ده؟ وانت كل حاجة ترميها عليا انا؟ مش انت امها؟ وانت ابوها المسؤول عن تصرفاتها وتربيتها. وياما قلت لك يا ربيع بلاش الدلع بزيادة ده، تقولي صغيرة وبكرة تكبر. كبرت علينا كلنا، اشرب بقى. يعني انت فاشله كأم وفاشله كزوجه ولسه لك عين تتكلمي وتقوحي؟ انا فاشله يا ربيع بعد كل اللي بعمله لك ده؟ بتعمليه لي انا؟ انت بتعمليه لنفسك. ده انت نسيتي الدنيا وما فيها من يوم ما حلبتي انك السيده الاولى. رميتي ورا ظهرك بيتك وبنتك وجوزك لغايه ما وصلنا للي احنا فيه ده. دلوقتي بقى حلمي انا مش حلمك انت يا ست الرئيس، مش كده؟ يا شيخ بلا قرف. ربيع، ربيع. ماشي يا عفة، إن ما ربيتك يا عفة. كانت غلطة وتسرعت فيها، يمكن ظروفي وظروفها توفقوا في لحظة